ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن مسألة العودة إلى فرض الحجر الصحي الشامل مرتبطة بتطورات الوضعية الوبائية، مؤكدا أن لا أحد يمكنه تحديد ما يمكن أن يقع خلال بضعة أسابيع من الآن. وأضاف العثماني في حوار مع إذاعة ميديا اليوم الخميس أنه كما جاء في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ذكرى 20 غشت، فبإمكانية إعادة فرض الحجر الصحي العام في البلاد في حال تدهور الوضعية الوبائية وانتشار الفيروس بشكل كبير. وتأسف العثماني من استهتار بعض المغاربة بالفيروس وقلة الوعي لديهم بخطورته وبالوسائل التي ينتشر بها، حيث قال ما يمكنش كل واحد نديروا له بوليسي وراه، الناس خاصهم يحسوا بالمسؤولية وبأن هذا المرض صعيب. ونبه رئيس الحكومة إلى ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها السلطات المعنية من أجل هزم الوباء. لا أحد تشي واحد ما يمكن يقول أش غادي يوقع من بعد بضعة أسابيع من حالة وبائية ومن انتشار ديال الفيروس، هو واش يمكن داكشي اللي غادي يوقع غادي يفرض علينا نرجعوا لهذاك الحجر الصحي الشامل ولا لا؟ هذا سؤال حتى واحد ما يمكن يجاوب عليه. ولكن كما قال جلالة الملك في خطابه ديال 20 غشت، ذكرى 20 غشت، إذا إلى بلغت الوضعية الوبائية واحد تدهور معين وانتشر الفيروس بطريقة كبيرة، يمكن السلطات الصحية السلطات الأمنية تقرر الحجر الشامل، نرجعوا لهذاك الحجر اللي كان فيه ربما أكثر منه. والأهم في هذه القضية هو خصنا الجميع نتعبؤوا، احنا في سفينة وحدة، احنا عندنا تحدي خصنا كل مسؤولين فيه، المسؤولين الحكومة مسؤولة، الجهات الصحية والأمنية مسؤولة، ولكن كل مواطن مسؤول، لأن ما يمكنش كل شيء نديروا ليه كل واحد نديروا ليه بوليسي وراه. الناس يحسوا بالمسؤولية ويحسوا بالخطر، يحسوا بالخطر وأن هذا المرض راه صعيب يوميا. هذه أرقام ما عمرها كانت عندنا في المغرب في الفترة يعني الأشهر الأولى ديال الوباء، وبالتالي خصنا نرفعوا الدرجة ديال اليقظة ديالنا والانخراط ديال الجميع ونتعاونوا باش نتجاوزوا هذه المرحلة الصعبة، ليس فقط في تاريخ المغرب وإنما في تاريخ البشرية كلها. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.